الكنيسة هي المسيح، ندخل إليها فيصير في وسطنا. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامج كنيستي. أنا عارف المرات اللي فاتت اتكلمنا عن تاريخ وعن قصص، زي ما قلت لكم أحيانا يقولوا طب يعني ده إيه دخلها بالأمور الروحية ولا الكنسية؟ زي ما قلت لكم الكنيسة بتاعتنا ما هياش محطوطة في حتة مش في الأرض. علشان الكنيسة بتاعتنا على الأرض فلازم نعرف الكنيسة بتاعتنا إزاي انتشرت، وانتشرت في وسط إيه أجواء اللي كانت موجودة وقتها، سواء سياسيا أو دينيا. اتكلمنا على الأجواء السياسية وشفنا أن الرومان خلاص دخلوا مصر وبقت مصر ولاية رومانية. النهاردة هنتكلم بقى على الأمور الروحية الدينية. العائلة المقدسة لما جات مصر كانوا الأقباط ايه الفكر اللي في مخهم؟ ولما في أشعياء 19 لما قال تسقط أوسان مصر، هل معنى هذا ان مصر كانت وثنية؟ يعني الحقيقة الفراعنة والمصريين القدماء عمرهم ما كانوا وثنيين. تقول يا الله امال النبوة ليه؟ اقول لكم، ولكن دخل فكر وثني عن طريق البطالمة، بس كان بطريقة معينة هنشوفها دلوقتي. لكن الفكر الوثني الصريح بالمعابد الوثنية الصريحة بالصورة الوثنية اللي فرضت على المصريين ورفضوها على فكرة، كانت وقت الرومان الثلاثين سنة اللي قبل دخول المسيح بنوا فيها معابد كتيرة زي ما هنشوف كمان شوية. لكن اللي خلى ناس كتيرة تتكلم عن المصريين القدماء ان هما كانوا بيعبدوا اوثان ايه؟ انك لما بتخش المعابد بتلاقي تماثيل، ولما بتخش المعابد تلاقي رموز احيانا حيوانات واحيانا اشكال، بس الحقيقة دي كانت رموز في فكر اللي كانوا بيتكلموا عن الإله لقوة الإله. يعني إيه؟ يعني مثلا المصريين ما عبدوش تمساح، ما عبدوش الضفادع، ما عبدوش وما عبدوش الشمس كشمس، لكن كانت عندهم فكرة مرتبطة بالرمز والقوة. يعني زي الشمس ما بتشرق وبتكون من خلال إشراقها بيتخرج الزرع وبيخرج الأثمار، دي قوة إلهية. تقولي آه بس كانوا بيعبدوا الإله الواحد؟ أقول لك اسمع، هقول لك إيه بقى. أولا لازم نؤمن بحاجة مهمة، إن العقل المصري القديم اللي بنى الهرم واللي بقى فيه علم اسمه علم البريمادولوجي، علم اسمه الاهرام، اللي لحد النهارده بيكتشفوا ان الاهرام مش مجرد بس معجزه هندسيه، الاهرام كمان فيها طاقه معينه غريبه جدا. واللي عملوا التحنيط واللي وصلوا الى الاجرام السماويه واللي قدروا ان هم يتكلموا عن العلم الفلك، واللي كان عندهم علم رياضة وكان عندهم طب، متخيلين في النهاية يركع ويتعبد لتمثال؟ يعني ده واحد كده نقول يا جماعة بالعقل، يعني تقول لي مال ايه؟ اقول لكم كان عندهم اشراق روحي لكن لم يكن لديهم اعلان الهي، وده فرق كبير. يعني ايه؟ يعني كان الإعلان الإلهي هو إيه؟ زي إعلان الله لموسى النبي. لكن هقول لكم على شيء مهم قال القديس باسيليوس، قال تعلم موسى النبي الفلك والعلوم والحكمة من المصريين، ركزوا في اللي جاية، وهذا
مهد الطريق لكي يرى الله. تقول لي ازاي؟ اقول لكم ربنا اختار موسى ليه؟ موسى النبي، لانه اتعلم، لانه عنده اشراق روحي، لكن ما عندوش اعلان الهي زي ما قال القديس باسيليوس. فالعقل ده اللي اصبح عنده اشراق قادر انه يستوعب صوت الاله من عليقة دون ان يعبد العليقة. ليه؟ لان هو فاهم كويس جدا وتعلم ان الرموز دي وراها قوة الهية. لكن برضو علشان ما حدش يظن زي ما قال البعض ان موسى النبي نقل الاله الواحد بالمصريين، لا، موسى النبي اتعلم حكمة واشراق من المصريين، لكن كان في اعلان الهي. انا اله ابائك، اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. ولما كان بيكلمه قال له اسمك ايه؟ ليه؟ لان هو عارف اني اتعلم ان الاله له اسم امون راع بداح. فانت مين؟ انت دولم؟ لا انا مش دولم. امال ايه؟ انا اهيا الذي هو اهيا، انا الكائن، انا فوق الكلام ده. لكن لازم نفهم ان المصريين ما عبدوش المادة، يعني اتعاملوا مع القوى الالهية لكن بالفكر اللي مش قادر يقول طب هو ايه. فقالوا هو الخلود، فعملوا ازوريس والاسطورة بتاعته، وقال هو الخالق، بس برضو ذهنهم مش قادر يتجرد ويقول يعني ايه، فسموه رع. وقالوا هو المخلص من الاشرار، فقالوا حورس بالاسطورة. الاسطورة دي كانت ايه بقى؟ كانت اشتياقات البشرية للعلاقة مع الله، واشتياقات البشرية في عقل القدماء المصريين. انت اكيد مخلص لانهم ورثوا من العصور القديمة ان الله قال لجدهم الكبير ادم انه هيخلص. علشان كده كانت الاساطير هي القوة العقلية المقدسة التي بها كان يعلم الحكماء عن الشعب، عن الاله الذي يعبدونه. فكانت محاولة تجسيد لتقريب فكرة الاله وتفسير بعض الامور اللي يصعب على الناس البسطة ان يفهموها. واصلي هتشوفوا دلوقتي كلام كبير قوي هنقوله لكم، الو الناس البسطة مش هتفهمه. ولازم اقول لكم على حاجة مهمة، ان مش معنى هذا ان كل المصريين القدماء كانوا حكماء ولاهوتيين، لا، ما كانوش. في ناس ما كانتش فاهمة، وفي ناس كانت بتعبد الرمز زي ما هنشوف كمان شوية، في ناس عبدت الرمز. بل هقول لكم على معضلة تاريخية وقعنا فيها هيرودوت. هيرودوت جه مصر في القرن الخامس قبل الميلاد، وخلي بالكم القرن الخامس ده معناه ايه بقى؟ معناه ان الحضارة المصرية كانت ابتدت تنزل، ومع مع نزول الحضارة نزول الفكر، ومع انحدار فكر، ومع عدم تعليم، لان في القرن الخامس كان في صراعات كبيرة جدا. وهو جاي بخلفية يونانية اللي هم الالهة اللي فوق جبال الاولمب والتماثيل والزيطة بتاعة زيوس والاولمبس وكلام من ده، وكان ما بيعرفش لغة مصرية قديمة اللي هي وقتها الهيراتيقي، لسه الديموطيقي ما كانتش اتعملت، فلا كان بيعرف لغة ولا كان وكان وقتها ما كانش فيه حكماء كتيرة يقدروا يفهموه يعني، ولسه اللغة اليونانية ما كانتش انتشرت وقتها، ما كانش لسه البطالمة دخلوا مصر. فمتخيلين واحد قال عنه بلوتارك ان هو ابو التاريخ، يعني اول واحد كتب تاريخ، بس تاريخ اليونان، تاريخ بلاد تانية. وجي مصر دون عن المصريين القدماء اللي شافوا، فشاف ايه بقى؟ شاف تمساح وشاف تماثيل. فهو للأسف اللي نقل للغرب ان المصريين القدماء عبدوا تماثيل وقطط وعجول، وده ادى صورة مشوهة
عن الديانة المصرية القديمة عند كتير بقى من اللي معتمدين في فكرهم عن الديانة المصرية على كلام هيرودوت. لكن هو الحقيقة شوه التاريخ المصري. تقولي بس ما يمكن ما كانوش ما يمكن ده احنا بنحمل الامور زيادة علشان نبين احنا اجدادنا يعني كانوا عظام. اقول لكم لا، اسمعوا بقى اسمعوا ده. في نشيد اسمه نشيد ايدن، لان ايدن هو اللي اكتشف يعني. بيقول ايه؟ امون الذي انجب نفسه في البدء دون ان يعرف سره احد، لم يوجد قبله اله ولم يكن معه اله اخر، ليس له اب او ام، هو من قال انا هو القوي الغامض الميلاد، الاله الذي جاء للوجود من تلقاء ذاته، لا يعرف المرء مظهره، انه ابعد من السماء، انه اعمق من الجحيم، ان صورته لا تبسط في الكتب، يعني ما تترسمش. تخيلين؟ طب لما تعرفوا كمان ان كلمة امون معناها الاله الخفي. انتوا فاكرين بولس الرسول لما راح اتينا ولقى اله مكتوب عليه مذبح للاله المجهول، قال لهم الاله المجهول انا جاي اكلمكم عنه. مين هو ربنا اللي انتوا عايزين تعرفوه؟ مين الاله؟ فمتخيلين انهم كان في نشيد ده بيقولوا على اني امون الذي انجب نفسه، لم يوجد قبله إله ولم يكن معه إله، يعني إله واحد، ويقول القوي الغامض الميلاد، مش قادر نفهمه، الإله الذي جاء للوجود من تلقاء نفسه. المهمة اللي جاي بقى، لا يعرف المرء مظهره. متخيلين بعد كده نقول انهم كانوا بيعبدوا أوثان؟ ده هو بيقولوا اصلا محدش يعرف يشوف ربنا. وفي صلاة مصرية وجدت وتاريخ البردية من 4500 سنة، يقولوا كده. متخيلين 4500 سنة؟ يعني قبل أخناتون بما يقرب ب2200 سنة، عشان في برضو في خطأ تاريخي للأسف روجوه كتير من الكتاب والأفلام والمسلسلات، إن أخناتون هو اللي قال المصريين الإله واحد، مش صحيح. بص يقول إيه؟ الإله لا يشبه نقص، الإله هو الفكر الأول، هو أعظم من أن يطلق عليه اسم أتوم، يعني مش محصور في اسم. هو الخفي المتجلي في كل شيء، اللي مش عارفينه لكنه ظاهر في كل حاجة، لا اسم له. هو جوهر كل شيء، يعني هو سبب وعلة أو أسباب كل شيء، هو أصل ومنبع كل شيء. اللي جاي هي مهمة بقى، هو الواحد الذي لا مثله شيء. ده الكلام ده إيمان المصريين القدماء من 4500 سنة. وفي نشيد وجدوه في نصوص التوابيت للإله بتاح، يقولوا الإله بتاح خلق بقلبه ولسانه. تقول ايه ده؟ اقول لك ما هو بقلبه معناها بالحب، ولسانه معناها ايه؟ بفكر. ويقول اني انا الخالق، انا الروح الحي. اللي جاية مهمة، انا المخلص، انا اخلص كل شيء. وايه يخلص من ايه؟ والفراعنة كان عندهم ايه يخلصهم منه يعني؟ هم كانوا وارثين من ادم كشعوب قديمة تحمل اشراق وتحمل تراث فعلي روحي، ان هيجي ربنا هيخلص. الاله قال البشرية انتم تحملوا حكم الموت، لكن سيأتي المخلص. عشان كده كانت القدماء المصريين عندهم ايمان قوي ان هم لن يموتوا، في خلود هيحصل، بس الخلود ده هيحصل ايه وشكله ايه مش قادرين يدركوا. فعملوا قصة أوزوريس اللي نتيجة وجود الشر بيموت لكن بيقوم مرة تانية، وبيقف ويعطي الخلود لكل الذين يؤمنون به. حتى انهم
في كتاب الموتى اللي بيؤرخ 4000 قبل الميلاد، يقولوا انهم الشخص هيقف قدام أوزوريس ويقول كده: اني لم ارتكب خطيئة ضد الناس، لم اترك احدا يتدور جوعا، لم اتسبب في بكاء اي انسان، لم اطرد الماشية من مرعاها، لم انطق كذبا، لم اكن طماعا، لم اسبب تعاسة احد، لم ارتكب خطيئة تدنس نفسي. ويقف يقول له: يا من يسكن كل خفايا الحياة، يا من تحصي كل كلمة انطق بها، قلبك مفعم بالحزن والخجل لاني ارتكبت في العالم من الذنوب ما يجعلك تحزن، الا تسالمني وتحطم الحواجز بيني وبينك؟ بص الروحانية بتاعتهم. وفي نصوص في الاهرام رقم 167 يقول: كما ان أوزوريس حيا فسيحيا هو ايضا، بيتكلم على الفرعون يعني، وكما ان أوزوريس لم يمت فانه لن يمت ايضا. تقول لي: ايوه بس الكلام ده معناه ان هم كانوا بيؤمنوا بشخص أوزوريس. اقول لك: لا لا لا، هم مش قادرين يقولوا هو مين الاله، فعملوا اسطورة اسمها أوزوريس، وعندهم في سجلات نادرة جدا وجدوا صلاة بتقول كده: امنحني يا الله ان ادخل الى بلاد الابدية. طبعا مش الله، الاله. امنحني ايها الاله ان ادخل بلاد الابدية حيث دخلت انت وابوك اتون الذي لم يفسد جثمانه ولم يبلى، لاني لم افعل عملا تكرهه انت، وكنت اسبحك على الدوام. وفي نقوش على هضاب في الضفة الغربية مقابل أسوان وجدوا الآتي، يقول كده: كنت محبوبا من أبي، مطوبا من أمي، محبوبا من كل إخوتي، أعطيت الخبز للجائع، كسوت العريان، أركبت من لا مركب له، فهيا أيها الأحياء على هذه الأرض الذين سيمرون على مقبرتي سواء في اتجاه الشمال أو الجنوب، اطلبوا لي الرحمة إني أتشفع فيهم في العالم الآخر، إذ أنا شخص مجيد، أنا كاهن كان يقيم الشعائر وفمه يلهج بالحق والتسبيح. جه أخناتون بقى في عصر كانت ابتدت الناس نتيجة ضعف التعليم تركز على الصورة الخارجية وما تركزش على فكرة الإله الواحد، بس هو كان عنيف قوي أخناتون، وراح شال كل بقى كلمات عن أمون وشال كل رموز وقال هنعبد الإله الواحد اللي هو أتون. وقال إنه الإله مفيش حاجة اسمها حرب، مفيش حاجة اسمها ظلم مع الإله. وكان يقول: يا رب الزمن، يا رب الحياة الأبدية. ويقول في أناشيده يتكلم عن إله الواحد، بس زي ما قلت لكم الإله الواحد ده من 4500 قبل الميلاد. في كاتب مهم جدا، عالم في المصريات ألماني اسمه جان أسميان، يقول إيه؟ يقول: حين كان هناك وحدة مشتركة بين اللاهوت والحكمة المصرية، ركزوا بقى اللي هو ماعت، عرف المصريون الإله الواحد، وحينما دخل التدين الفردي محل الرؤية اللاهوتية الأصلية ظهرت الرؤية الخاصة للإله في أنانية ضيقة، اللي هو إيه ده الإله بتاعي، اللي هو إيه بقى أخذوا الرمز وعبدوه، وحدث تغيير جوهري في تفريغ التراث الفكري الصحيح للإله الواحد وعبدوا الرمز. تقول لي: الله، يعني كان في عبادة الرمز؟ أقول لكم أيوة، ما هو لما حصل بقى ضعف الدولة
المصرية الفراعنة ما بقاش فيه تعليم، وابتدت تظهر زي ما قال جان أسمان ده انه بقى فيه نزعة فردية، كل واحد ماشي بدماغه ماشي بفكره. فالناس البسطة اللي مش فاهمة الامور دي بقوا بيعبدوا الرمز، زي بالظبط لما يحصل هرطقات مفيش تعليم يحصل، فيطلع مهرطقين يتكلموا ومحدش يرد عليهم فتنتشر هرطقات. ايه اللي بقى يقول ان المسيح انسان، واللي يقول ان روح القدس مخلوق؟ تخيلوا لو ان الكنيسة موقفتش وردت يحصل ايه؟ بقى فيه اتجاهات كتيرة وكل مسيحي بيتكلم بدماغه. وده اللي حصل بقى لما دخلوا البطالمة مصر، وجدوا هذا التراث الفكر العميق والعظيم، لكن وجدوا ضعف تعليم، فقدروا ان هم يدخلوا الالهة بتاعتهم. بس عشان يقولوا ان احنا قاعدين على عرش الفراعنة عملوا ايه؟ قالوا يا جماعة الالهة بتاعتكم هنجوزها الالهة بتاعتنا. وزي ما قلت لكم عملوا معبد كبير في اسكندرية لإله سيرابيس. الاله سيرابيس ده ايه بقى؟ ده صورة توفيقية بين الاله اوزوريس على ديونيسيوس. ديونيسيوس ده اصلا يوناني، وكان بيصور على انه راجل كده شيخ كده وقور عنده دقن، هو اصلا زيوس. ديونيسيوس هو اصلا زيوس، وفوق منه طبق كده فيه غلال علامة على انه هو اللي بيدي الاثمار يعني. وعملوا ده بقى، قالوا اوزوريس اللي انتوا بتحبوه ده، لان اوزوريس اله شعب يعني، لان هو اللي بيدخل الابدية، هندمجه مع زيوس ويبقى او ديونيسيوس ونعمله سيرابيس. وبعد فترة ابتدوا يختفي اوزوريس خالص، وبقى يعبدوا هذا التمثال اللي هو في معبد السيرابيس، واللي هو بعد كده بقى اسمه السيرابيوم. لما دخلوا الرومان قالوا ولا ده احنا في تمثال بإله يوناني روماني. عشان كده ناس كتيرة بتكتب وتقول ان البطالمة حافظوا على الفكر الفرعوني. اقول لكم لا، البطالمة بوظوا الفكر الفرعوني، لانه شوهوا الكلام اللي كانوا بيقولوه اجدادنا الكبار. لكن للأسف بقى اللي بوظ الدنيا هو ايه؟ الرومان. بس انا عايز اقولك على حاجة مهمة، ان فضل المصريين يحملوا في داخلهم فكرة الاله الواحد بالرغم من التعليم الضعيف، وبالرغم من لكن المصريين كانوا عندهم هذا الايمان. طول عرفنا منين؟ اقولكم ماري مرقس لما دخل ولقى القديس انيانوس اسكافي والمخرز دخل في ايده، قال ايوثيوس باليوناني على فكرة، يعني ايه؟ يا اله الواحد. فقال له انت تعرف الاله الواحد؟ قال له بنسمع. فقال له انا جاي اكلمك عنه. ده معناه ايه؟ ان العيلة المصرية كانت فضلت عندها هذا الاعتقاد. تقول لي ما يمكن ده من الفراعنة؟ اقول لكم ما هو للأسف الرومان لما دخلوا بقى، الرومان كانت الديانة الرومانية اصلا خليط من عبادات سحرية قديمة جاية من العصر الحجري على عبادات وثنية صريحة، بيعبدوا حجر، بيعبدوا تمثال، وعبادة أرواح يعني عبادة شياطين. وما كانش عندهم فكر فلسفي روحاني، يعني إيه؟ طقوس طوطمية يعني سحرية، وطقوس وثنية بس، يعني ما عندهمش مثلا زي اليونانيين فكر هليني اللي هو أفلاطون وسقراط وأرسطو، ولا فكرة حتى أساطير، ما عندهمش حتى أساطير. الرومان عندهم أساطير بتاعتهم حاجات وثنية، يعني فكر وثني بحت وطقوس وثنية مش كده وبس. وابتدت من القرن من وقت أغسطس قيصر كمان تخش عبادة الإمبراطور نفسه، هو بقى إله بقى، عبادة شخصية خاصة. حتى اني واحد اسمه جيرمانيكوس سنة 9 قبل الميلاد، وده كان حفيد تباريوس قيصر، جه لمصر وكان معجب بالمصريين جدا. وبعدين الجيش الروماني كان وقتها مصر رومانية يعني، من كتر ما هو قرب منهم وعمل رحلة كبيرة، فقالوا له هنعتبرك اله مع تباريوس قيصر اللي بقى وقتها اله يعني. فقال لهم أرحب بالشعور الطيب الذي
تبدينه نحوي، ولكني أستنكر مناداتكم لي بلقب الإله الذي لا يليق إلا بأبي المنقذ الحقيقي للجنس البشري. متخيلين؟ ده فكر الرومان. ومعطي الخير وبأمها التي هي جدتي. في روما أغسطس قيصر هو أول واحد مدى نفسه أنه القيصر والإله الذي يعبد، حتى أنه عمل لنفسه معابد في مصر كمان. ومش كده وبس، لما جه مصر أغسطس قيصر رفض أنه يدخل لمعبد أبيس الفرعوني، وقال لا، إيه آلهة الفراعنة دي؟ مش كده وبس، وامتدح حفيده انه ما اهتمش انه يقدم قرابين، ومنع احتفالات ايزيس، ومنع الكهنة الفراعنة ان هم يخشوا المعابد بتاعتهم، وراح اخد الاراضي اللي كانت بتصرف على المعابد، وقال ما فيش حاجة اسمها كده، خلاص هنبني معابد هنبني معابد رومانية وثنية، اللي منها بقى لما جه المسيح قالت تسقط كل أوسان مصر. ايه بقى اللي سقطت؟ كل المعابد البطلمية والرومانية اللي هو المسيح معدي وقعت. لكن كان في مركز كبير جدا عملوه البطلمة، ولانه كان بلد تجارية كبيرة اللي هي الاشبونين اللي اسمها هيرموبوليس، بلد عملوها البطلمة يسموها هيرموبوليس، بس هي كانت اصلا مركز ديني. كان في مراكز مهمة لتعليم الفكر الديني او اللاهوتي للمصريين القدماء، مدينة اون اللي هي عين شمس، واحدى المراكز المهمة مدينة الاشمونين اللي هي بيسموها مركز لاهوت الثماني المقدس، ومركز الاله توت او تحوت اله الحكمة. ولما جم ودي مدينة كمان كانت تجارية كبيرة اللي هي دلوقتي ملاوية، فجم البطلمة عملوا فيها مركز ديني بطلمي اللي هي هيرموبوليس اللي هي الإله هيرمس اللي منها إله، وحطوا معابد الإله هيرمس. لما جم بقى حتى الإسكندر الأكبر أخوه عمل معبد جوه اللي هو فيليب أريدادوس، وعمل معبد جوه منه. نيرون فرض على المصريين ان يتعمل معبد لنيرون، ليه شخصيا يعبد نيرون في المدينة دي، متخيلين؟ وكانت عملوا فيها حمامات رومانية وعملوها مدينة رومانية كبيرة. هم عايزين يعملوا ايه الرومان؟ عايزين يطمسوا الهوية تماما المصرية، حتى الآلهة الرومانية هتعبدوها غصب عنكم، وبالرغم من انها آلهة وثنية عملوا لهم معابد في كل حتة وثنية، وقالوا غصب عن المصريين هيخشوا يعبدوا الآلهة الوثنية بتاعتنا علشان تبقى مصر ولاية رومانية الفكر والديانة والسياسة والمجتمع. لكن المصريين هتشوفوا ازاي رفضوا الكلام ده، وهتشوفوا ازاي انهم استقبلوا المسيحية كحالة انقاذ روحي، وده اللي هنشوف الحلقة الجاية. يعني لما جه المسيح جه علشان يقول لا، مصر مش وثنية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. كنيستي هي أحضان المسيح، وهذا هو سر فرحنا.